وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها حررت مدينة أوجلدار الاستراتيجية في دونيتسك. الجيش قدر يحقق تقدم كبير ويعزز وجوده على كل محاور القتال، وكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة وصلت لأكثر من 2000 عسكري في يوم واحد. كمان تم تدمير 10 مستودعات ذخيرة أوكرانية، عشرات المعدات العسكرية بينهم دبابات أو دبابتين، واستهداف مركز لتصنيع وتخزين الدرونز. الوزارة كمان أكدت أنها أسقطت 4 صواريخ أتكامز أمريكية الصنع و5 صواريخ هيمارس و144 مسيرة أوكرانية، أغلبهم فوق مناطق مدنية. الدبابات الروسية خصوصا طوائم دبابات T-80BVM لعبت دور كبير في مساعدات أو مساعدة قوات الاقتحام في السيطرة على المدينة. وانتشرت كمان على السوشيال ميديا فيديوهات الإعلام الروسية وهي بترفرف، أو الأعلام الروسية آسف، وهي بترفرف فوق مباني المدينة. التعليقات على المواضيع دي زي ما قلنا أكيد بتبقى كتير. التفاعل، الناس بتحب تتفرج. سمير مثلا قال انتصار استراتيجي للجيش الروسي في دونيتسك. كمان علي تساءل بقى، قال لك هل تحرير أوجلدار هيفتح أبواب جديدة للصراع؟